الحال التي تعرفها بلادنا وتذكركم بضرورة اتخاذ عيد استثنائي بطعم خاص. المخاوف من وباء كورونا تخيم على مدينة الدار البيضاء، تدابير وقائية واستثنائية وتأهب للسلطة المحلية لضمان مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف. المشهد من شوارع مقاطعة بن مسيك صبيحة العيد، جولات مكثفة للسلطة المحلية ومراقبة صارمة للتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. هاد العملية اللي قامت بها السلطة المحلية الإدارية كانت عملية مراقبة لجميع الجزارة اللي خاصهم يكونوا عندهم شهادة وخاصة تكون عندهم ترخيص من طرف القيد باش يمكن ليه يدخل يزاول المهنة ديالو لعند الناس وما يكون ما يشكل حتى شي خطر على المواطنين. وثاني حاجة وهي تفادي هاد العملية، تنبهوا الناس باش تتفادى التجمعات العائلية والزيارات العائلية، لأن هذا العيد جاء في ظروف استثنائية فخصنا نصبر شوية. عمل لجان المراقبة خلال عيد الأضحى تركز بالأساس على مراقبة عمليات نحر الأضاحي، لم يسمح بالقيام بممارسة هذه الشعيرة الدينية سوى للجزارين الحاصلين على رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية بعد خضوعهم للكشف عن فيروس كورونا. ساكنة البيضاء تؤكد على الأهمية الكبيرة لهذه التدابير الوقائية. فهذا العيد الأضحى خصاريت أنني نأخذ الجزار يكون بالرخصة ديالو وبالتست ديال لي زاناليز ديالو، لان على السلامه ديالنا اولا والسلامه ديال اولادنا، نظرا لان الفيروس ما كاين دواء ما كاين والو، دونك خاصنا الوقايه هي الاولى. باش نشرح عينا اننا نسولو في الاول واش عنده الرخصه اولا من السلطات المحليه، ثانيا واش داير تحليله لي باش يكون ما فيهش المرض وما فيهش الفيروس. بالرغم من كوفيد هذا العام الحمد لله قدرنا اننا نعيدوا، واخا هذا العام تعطلنا في الذبيحه لان كان علينا بالضروره حتى نلقاو الجزار اللي عنده الرخصه ديالو باش يذبح لينا انه خالي من الفيروس وداير التيست باش نحمي وليداتنا. كي كتشوفوا العائله تبارك الله فيها بزاف ديال الوليدات صغار، عندنا الوالده حتى هي كلشي، كاينين دي جون كاينين الناس اللي مسنين والناس اللي صغار، بغينا نحمي راسنا. تسنينا حتى لقينا الجزار اللي عنده الوريقه ديالو باش يذبح لينا. ونعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد والله يرفع علينا هذا البلاء. جهود متواصلة للسلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني هدفها ضمان مرور عيد الأضحى المبارك في ظروف آمنة وصحية. نجاح هذه الجهود لا تكتمل إلا بالالتزام الصارم للمواطنين بالتدابير الوقائية المعتمدة للوقاية من خطر الفيروس.